جنرال اشرف ریفی وزیر دادگستری لبنان 2016. قیام مردم ایران علیه رژیم آخوندی و اذعان به یک نظام جمهوری دموکراتیک از طریق بنای کشوری مبتنی بر کثرت‌گرایی و نفی حجاب اجباری برای زنان بیانگر چالش واقعی برای حاکمیت ایران است. تتواصل انتفاضه شعبیه المبارکه والتي عمت مختلف محافظات والمدن والقرى رفضا لنظام الملالي القمعي وانتفاضا على سياسات الاضطهاد واضاعه الثروه الوطنيه وتدخل في شؤون الدول المجاوره والانفاق على التسلح ورعايه الميليشيات بدل الاهتمام بشؤون المواطنين وتامين حاجياتهم والمواد الاساسيه اللازمه لهم. تمر ايران اليوم بازمه نظام لان النظام الديني فيها لا يتقن سوى ممارسه سياسه التحريض على الثوره وعلى المعارضه وقتل رموزها وقمع مؤيديها. واليوم فإن الأسباب التي أدت لانطلاق الثورة الإيرانية هي التالية: سياسة قمع الحريات السياسية والإعلامية، استخدام الأجهزة الأمنية والمخابراتية لترهيب الشعب، وانتقل الترهيب من جهاز السفر إلى الحرس الثوري الإيراني. إنه نظام ديكتاتوري ديني يقوم على سلطة الولي الفقيه وفرض قناعاته على الشعب الإيراني، اتساع دائرة الفقر ضمن الشعب الإيراني واستخدام الدين كأداة قمع وتهميش لكل من يخالف السلطة الدينية أو لا يعتنق العقيدة التي يؤمن بها قادة النظام، تبديد الثروة الوطنية على التسلح وخدمة السلطة الديكتاتورية الدينية. إن انتفاضة الشعب الإيراني على النظام الملالي يتمثل في المواجهة المباشرة مع رجال الدين ورفض قمع المرأة وحجب الحرية عنها في اختيار مسيرة حياتها وطريقة عيشها. لذلك فإن إقرار نظام جمهوري ديمقراطي من خلال بناء دولة تؤمن بالتعددية والاعتراف بالآخر واحترام رأيه ورفض الالتزام بالحجاب بقوة القانون على المرأة الإيرانية يمثل تحديا حقيقيا للسلطة الإيرانية الحاكمة التي تمنع المرأة من ممارسة دورها الطبيعي وأن تكون شريكا أساسيا في إدارة شؤون الوطن والعمل إلى جانب الرجل للنهوض به. أن انتفاضة الشعب الإيراني لابد أن تنتصر لأن الظروف الموضوعية التي أنتجت ثورة الشعب على الطغيان سوف تعيد إنتاج السلطة والنظام الذي يؤمن المشاركة للجميع في صنع القرار. وفقكم الله في تحرير وطنكم لتنعموا بحياة تليق بالإنسان وبالوطن، وشكرا لكم.